اسم حضرتك ايه؟ ولي اسمي صبحي عبد السلام الدرديري، ولي امر الطالبه ساره صبحي. هي حاصله على 92.3 في شعبه رياضه، وطبعا وزير التعليم العالي كان صرح ب 5% شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد. نتمنى ان يكون الوزير صادق في الرؤيه، يعني بالنسبه للمحافظه، يعني لو طبقت التوزيع الجغرافي السنه دي كل الطلبه هترجع الا روح المنوفيه وروح الشرقيه. دلوقتي احنا كل اللي احنا بنطالب بيه ان هو يوزع التوزيع الجغرافي، يعني كده هو بعدنا اكتر عن المحافظه بتاعتنا. بالنسبه لو يحط لي في مجموعه الف يحط لي بورسعيد، مجموعه ب يحط لي دمياط، اللي هم اصلا بالنسبه ليا من هنا من سفري هم ابعد بكتير عن القاهره، وانا القاهره بالنسبه لي هي اسهل في الاقامه، اسهل في المعيشه، اسهل لي في السفر عكس بورسعيد وعكس دمياط. انا بورسعيد بركب لها اكتر من مواصله ولازم اغير مواصلاتي في الطريق، ده صعب جدا عليا.